بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج بيوت رمضانية، وباسمكم نرحب بضيفين الدائمين فضيلة الشيخ ناصر العصفور عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون الواعظ بإدارة الشؤون الدينية. حياكم الله المشايخ. حياكم الله ورحمة الله. حياكم الله الشيخ ناصر. يعني من الأمراض اللي نعرفها الأمراض الجسدية والأمراض اللي تصيب الإنسان من مرض ويعني زكام وغيره، هناك أمراض للقلوب. ما هي أمراض القلوب اللي يعني يمكن الشرع حددها وتطرق لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. هناك أمراض عديدة للقلب، أمراض القلوب، مثل الشك، الريبة، الشبهة، الغفلة، الرياء، العجب، سوء الظن بالله عز وجل أو سوء الظن بالخلق، النفاق، الرياء، إلى غير ذلك من يعني سوء السريرة، خبث الطوية، يعني من حتى بعض الأمور اللي هي تعد مثل الغيبة، النميمة، اللي تعد من آفات اللسان، هي مرجعها ومنشأها إلى القلب. نعم، وإنما اللسان هو مبرز الإنسان. يعني هذه الأمراض التي حذرنا الله وحذرنا رسوله صلى الله عليه وآله من خطورتها، وأعطونا الأدواء، بل بيّنوا مناشئ هذه الكوامن، هذه الأمراض وطرق علاجها. في الواقع أن النفس الإنسانية، الإنسان مكون من روح وبدن، ويعتري القلب الضعف والوهن والفتور كما يعتري البدن، إلا أنه ربما الإنسان يبادر إلى العلاج متى ما أصيب بمرض بدني. صح. يعني بمعنى أن هناك مؤشرات وجرس إنذار في البدن، طبيعة البدن أنه إذا أصيب بمرض يشوف عنده ألم في الرأس، يشوف عنده مثلا حمى، سخونة يعني. صحيح. فيبادر إلى العلاج، يبادر إلى الذهاب إلى الطبيب. صح. ولكنه كثيرا ما يغفل عن أمراض القلوب، مرض القلب قد لا يلتفت إليه، رغم أن هناك مؤشرات وهناك منبهات، إلا أننا في كثير نكون في غفلة عن هذه المنبهات والمؤشرات. نعم. يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن لله عقوبات في الأبدان والقلوب، أو في للقلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في القلوب، وما ضرب الله على عبد بعقوبة أو ضرب عبد بعقوبة أعظم من قساوة القلب. طبعا النبي صلى الله عليه وآله هو طبيب القلوب، كما يصفه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول: طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. يعني إشارة إلى نوعين من العلاج، قد أحكم مراهمه، المرهم يعني هذا الدواء الخارجي اللي يوضع على الجسم، زين، أحكم مراهمه، إشارة إلى اللين، إلى التسامح، إشارة إلى جنبة التغافل. صحيح. وأحكم مواسمه وأحمى مواسمه، الميسم يعني هذا الكي، علاج الكي. أينا. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله في أخلاقه، في تعامله، تشوفه في منتهى الرقة واللطف والمدارات،
لاحظ في مواطن اللين والرفق بالضبط. وتراه حازم أشد ما يكون في موارد الحزم. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. الشيخ زياد، احنا نتكلم عن أمراض القلوب، يعني ما هي الطرق اللي تخلينا نسلم وطرق العلاج وطرق الوقاية من هذه الأمراض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة كما بيّن فضيلة الشيخ أن أمراض القلوب لها أعراض، وهذه الأعراض قد تكون ظاهرة واضحة، أخلاق وسلوكيات وتصرفات تدل على مرض القلب. ولذلك وصف الله عز وجل المنافقين فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأنهم لا يراجعون يعني نتيجة أخطائهم وتصرفاتهم سلوكياتهم، لا يراجعون أن هذا مرده إلى مرض في القلب. ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم، سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا حسد ولا إثم ولا بغي. يعني قلبه نقي ما يحسد، لأن الحسد بحد ذاته هذا مرض للأسف، يعني نسأل الله السلامة منه. الحسد هذا مرض خفي جدا، لأنه لو رأى عند أخيه نعمة حتى لو لم يتمنى زوالها، ولكنه في نفسه يقول يعني ليش أعطيت يا رب هذا ما أعطيتني أنا، كأنه يعترض على المنعم. يعني كأنه يعني يعترض على أن الله ما عدل معه، أعطاه ولم يعطي هذا. فالقصد أن تنقية القلب من أدرانه من أمراضه تحتاج إلى أولا الإقرار بأن هناك مشكلة. يعني إحنا متى يذهب الإنسان للطبيب الآن؟ قال والله عندي مثلا أعراض حرارة حمى كذا، يروح للطبيب. طيب الآن لما يرى أن عبادته غير مستقيمة، يرى أن لسانه غير مستقيم، يرى هذه كلها تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى أن يراجع نفسه بحيث يغير البيئة اللي هو فيها، بيئة معاصي إلى بيئة طاعات، أصدقاء سوء إلى أصدقاء صالحين. هذه كلها تعين على أن القلوب تنقى. ومجالسة الصالحين، مجالسة أهل الصلاح تغير من القلوب. لبعض يقول لك لا، هو تغيرت تصرفاتنا. لا، هي مش تصرفاتك تغيرت، اللي تغير قلبك فتغيرت التصرفات. ولذلك في حديث حنظلة لما قال نافق حنظلة نافق حنظلة، فقال أبو بكر والله إني أجد ما تجد. يعني هذا لأنه حنظلة أبو بكر يقول له رضي الله عنه، يقول له أنت يعني كيف نافقت؟ قال نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة كأنها رأي العين. فلما نرجع إلى بيوتنا وضيعاتنا وأزواجنا عافسنا الأهل والأزواج فنسينا ما كنا عليه عند رسول الله. فقال أبو بكر إني أجد ما تجد. طيب إيش العلاج؟ العلاج الذهاب إلى الطبيب، إلى طبيب القلوب، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذهبوا إليه فقص عليه أبو بكر رضي الله عنه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، يعني ساعة فتور للدنيا ومشاكلها ومشاغلها وساعة للعبادة. فإذا صاحب القلب الذي يشعر أن قلبه بحاجة إلى يعني تطهير، أنه يلزم العبادة، يلزم البيئة الصالحة، رفقة الصالحين، فهذه تغير. الشيخ ناصر، يعني كيف يسهم هذا الشهر في تنقية القلب والنفوس من الحقد والغل والحسد وسائر أمراض القلوب؟ نعم، طبيعي أن شهر رمضان هو محطة يتزود منها الإنسان، وخصوصا في مجال تهذيب النفس والارتقاء بالذات. ويحتاج الإنسان في الواقع إلى مجاهدة ومران. يعني هذه الأمور
يعني ليس من السهل، يعني حينما نجد مثلا صفة، هذه الصفة قد نراها نحن صفة مذمومة واحدة، ولكنها قد تستبطن في داخلها، تستبطن صفات أخرى دميمة. يعني هي هذه الصفة ربما تشكل مجمع صفات أو رذائل. مثلا على سبيل المثال صفة البخل، نحن ننظر إليها على أنها صفة واحدة، في حين أنها لا، هي تستبطن رذائل أخرى، صفات سيئة أخرى. أن الإنسان البخيل مو فقط شحيح على نفسه وعلى أهله أو عائلته، وإنما هو أيضا يعيش سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. هذه سوء الظن، يعني هي تستبطن سوء الظن، تستبطن الاعتراض على الله، مثل حاسد تعترض أو تستبطن الاعتراض على الله سبحانه وتعالى، ليش الله سبحانه وتعالى أعطى فلان ولم يعني. فهذه الصفات وخصوصا الصفات الكامنة في النفس الإنسانية المتأصلة تحتاج إلى قلع من جذورها، هي تحتاج إلى مثل العمليات الجراحية بالواقع، وهذا يحتاج إلى علاج دائم. نحن في شهر رمضان طوال هذا الشهر نعيش هذه الروحانيات، ونحاول أن نتخلق بأخلاق الله ونقتدي برسول الله، هذا يعطينا نوع من المران. صحيح. هاي الأجواء الروحية والمعنويات، وحينما يعني مثلا مخالطة ومصاحبة الصالحين في المجالس الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، هي من شأنها أن تصقل قلب الإنسان وتعلي من روحيته ومعنوياته. صح. وبالتالي تخلق عند الإنسان حالة من الملكة. هو التقوى شنو؟ التقوى ملكة. هذه الملكة تبقى ثابتة. أكو إنسان مثلا شوفه قوم لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان، شوف في شهر رمضان شوف خوش رجال، خوش إنسان، ملتزم متقيد وكذا، من يطلع شهر رمضان خلاص. لا، هذه ما يخلقه لنا الصوم، نتائج الصوم يجب أن تنعكس على وجودنا على شكل ملكة، ملكة أخلاقية، ملكة التقوى، اللي بحيث تبقى هذه الملكة راسخة وباقية، بحيث يعني طوال السنة يكون الإنسان يداوم على هذه الطاعات والأعمال الصالحة. جزاك الله خير شيخ زياد. في آخر محور في هذه الحلقة، يعني عودة على موضوع الحسد، هل هناك حسد يعني محمود وحسد مذموم، ولا كله يعني مذموم؟ الأصل في الحسد هو الذم. إذا أطلق الحسد هكذا هو الذم، لكن ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. هذا هو حقيقة، وإن جاء اللفظ بلفظ الحسد لكنه في اللغة هو غبطة، هذا تغبطه بأن تتمنى أن يكون لك مثله، وتتمنى وعدم تملي زوال النعمة. فإذا الحسد كله مذموم، ما عدا الأمرين، أن الإنسان يتمنى أن يكون له مثل هذا الذي أعطاه الله من الدين والعلم والقرآن كي ينشره بين الناس ويفعل مثل ما فعل فلان في قراءة القرآن وتعليم الناس، هذا حسد محمود وليس مذموم. صحيح. لأنه غبطة هذا. صح. لكن الحسد المذموم اللي هو تمني زوال النعمة أو الاعتراض على المنعم. أما أنت تشوف إنسان ما شاء الله، الله موسع عليه، يبني مساجد، يكفي الأيتام، يساعد طلبة ينفق عليهم، تقول والله لو عندي مثل أموال هذا لفعلت مثل ما فعل، بل أزيد عليه. هذا قد يكتب الله لهذا العبد مثل ما كتب لهذا بنيته. نعم. علم على بالنيات. صح. هو لو وجد لفعل، لكن ما وجد. فإذا هذا غبطة وليس حسدا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس تفهمه كله معنى الحسد، استثنى منه هذا الأمر، فقال لا حسد إلا في اثنتين،
ولا الباقي كله ترى إيش؟ كله داخل في الحسد. صحيح. كله داخل في الحسد. وحقيقة يمكن الفقهاء يعني الملحظ هذا قد لا ينتبه الناس كثيرا إليه. يقول لك الحسد هو تمني زوال النعمة. هو صحيح تمني زوال النعمة، لكن الأسوأ منه والأشد منه هو الاعتراض على المنعم. أنه يعني بعض الناس يقول يا هذا الناس اللي عايشة، هذا الناس اللي كذا. طيب وهذا من أعطاه؟ الله عز وجل أعطاه. فإذا هذا اعتراض على من؟ اعتراض على الله عز وجل. ولذلك الغبطة، لا الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما عند أخيك، سواء نعمة معنوية كالدين والقرآن وغيره، أو نعمة مادية لكن ينفقها في سبيل الله، ينفقها في الطاعات في القربات، فتتمنى أن يكون لك ذلك. والفقراء قد يحصلون على الأجر وهو ما عنده شيء. بالضبط. بارك الله فيك. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خير مشايخنا. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج بيوت رمضانية. إلى اللقاء.